بسم الله الرحمن الرحيم. كل التقدير والتحية والإعزاز والمودة من القلب وإلي إلى كل الملايين العربية وإلى كل الملايين العالمية وإلى كل الملايين في كل مكان، إلى كل الأحرار، إلى كل المهتمين بالبحث عن الحقيقة والتنقيب عنها، إلى كل هؤلاء أقول دمتم وعمتم مساءً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التقدير والإعزاز لكم. دايما قلت لحضرتكم عبر رحلتنا السابقة إن لا يوجد شيء مجاني. لا أنا بتعامل في موضوع صدام حسين مجانا، ولا بتعامل في أي موضوع مجانا، ولا صدام حسين بيتعامل معايا مجانا، ولا أي حد بيتعامل مع أي حد لوجه الله. أنا أبحث عن المجد وصناعة التاريخ. أنا كاتب يبحث عن التقدم والتميز والإبداع. أنا صحفي يبحث عن الخبطة الصحفية. أنا كاتب لي كتبي ولي مؤلفاتي التي بلغت حتى الآن 96 كتاب سياسي بينها عدة روايات أدبية وديوان شعر في مستهل حياتي في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي. أقول كل هذا لا يبعدني عن كينونتي، عن مكاني ككاتب، وعن حلمي وعشقي للقلم والمداد والقرطاس والدواء. في رحلة البحث عن المتاعب وفي الأمطار الأخيرة التي اقتربت من حسم قضية الرئيس صدام حسين، قلت لكم في اللقاء السابق أمس بأن هناك قناة فضائية وهناك صحيفة يومية كبيرة بصدد البداية من أجل صدام حسين. وأود أن أقول لكم في الحقيقة أن صدام حسين ليس له أي دخل بما يحدث. يعني صدام حسين ما بعتليش حد، ما قالوش قول لي أنيس عاوزين نعمل كذا، لأن الجهات التي تحدثت معي لم تلتقي بصدام حسين، وصدام حسين لا يعرف غيري في هذا الإطار ورجاله الذين معه فقط. صدام حسين لا يعرف رجال الأعمال ولا يعرف كذا، لا يتعامل مع هؤلاء، لكنه يتعامل مع تجار السلاح، ويتعامل مع رؤساء دول، ويتعامل مع أجهزة مخابرات. عادي خالص، عادي، دي ما تخضش، يعني معلومة بالضرورة. لكن صدام حسين لا يتعامل مع الناس العاديين أو الناس المهتمين بالمال والثروة ربما، لكن من تكلموا معي لا ليست لهم علاقة بصدام، لكن بعضهم يحب صدام. ما علينا. في الفترة السابقة لما بقول لحضرتكم اتكلم معايا ناس عشان نعمل القناة فضائية وجورنال كبير وقناة هائلة وضخمة جدا، ليه قلنا بسبب صدام حسين، عشان يعلنوا عن موضوع صدام حسين وعشان يستغلوا استثمار لموضوع صدام حسين. من حق الميديا ومن حق رجال الأعمال ومن حق عالم المال والبزنس والتجارة إنه يكسب ويصنع حدث. أنا ككاتب من 13 سنة ببحث في صدام حسين، مش متفرغ لصدام تفرغ مطلق، لا، عندي أعمالي وأكم من كتب صدرت لي ومقالات صحفية في تلك السنوات 13، لكن أعطيت جزء كبير لصدام حسين. النهاردة أنا الحقيقة بجني ثمرة هذا العمل بكل حب. أنا عملت مجموعة من الكتب في الرحلة الماضية، آن الأوان أن أعلن عنها، خصوصا أنها رقم واحد من إنتاجي أنا شخصيا من نشري، ومع صديقي الحميم الناشر الكبير الأستاذ والصديق العزيز الحاج محمد مدبولي، الذي قدمت معه أجمل أعمالي على الإطلاق. قدمت معه صدام لم يعدم الجزء الثاني، قدمت معه الكبار ومقتل سوزان تميم، قدمت معه الشعب يريد إسقاط النظام، قدمت معه سيئة مصر الأولى، قدمت معه جبروت الهانم، قدمت معه سلسلة من أجمل ما كتب قلمي ومن أجمل ما أحب قرائي. وأنا الحقيقة أحب كل الناشرين الذين تعاملت معهم، حبهم
لا اتعامل مع احد الا اذا كان هناك حب اولا. لكن الحاج محمد مدبولي او الاستاذ محمد مدبولي هو في رايي انا، مع كل الاحترام لكل الناشرين، هو قامه غير تقليديه في عالم النشر، وبيني وبينه هارموني غير عادي، افهم محمد بظهري ويفهمني بالاشاره، كل منا يكمل الاخر، تلك هي الكيمياء التي يتحدثون عن تركيباتها المعقده. اعشق الاستاذ محمد مدبولي الى حد كبير ويفهمني، اذا ما قلت كلمه يقول اعرف كيف ستصيغها وكيف ستكتبها وكيف ستفعل كذا وكذا. فلذلك الحاج محمد مدبولي يدير هذا العمل الكبير معي بصفته ناشر ضخم وعملاق وذو باع وذراع في عالم النشر، من إنتاجي أنا ومن إنفاقي أنا مع تمويل آخر يشاركني. فأخرجت لكم 11 كتاب ضخم هقول لكم عليهم الآن. الكتاب الأول عن الملك سلمان ابن عبد العزيز قبل الرحيل. الملك سلمان قبل الرحيل نتحدث، نقول كل شيء. سترون أغلفة الكتاب الآن، سترون أشياء مذهلة. ثم الكتاب الآخر الكابوس والحلم المفقود عن ولي العهد محمد بن نايف ومحمد بن سلمان ولي العهد، وبينهما وخلفهما كوكبة من أفسد أمراء المملكة العربية السعودية وأميرات المملكة، لهم عندنا أيضا نصيب. برنسس آل سعود أيضا لهم عندنا نصيب كبير. كتاب ثالث عن آل سعود ضخم للغاية، سنريكم كل شيء الآن، سترون كل شيء. ثم كتابنا عن آل الصباح، كتاب عن شيوخ آل صباح خلف في الرجل الشيخ الصباح الأحمد الصباح، وخلفه تلك الكوكبة الذين ينحدرون نحو السقوط، والحديث عن مؤامرة تسقط ملك البحرين في كتاب آخر عن ملك البحرين. ثم قد يقول البعض هل نترك مشائخ وأميرات أيضا الكويت؟ كلا. تحدثنا عن الشيخة دينا الصباح. دينا الصباح الحقيقة الوضع مخجل ومؤسف جدا. أنا بعتذر لحضراتكم عن صورتها على الغلاف، وبعتذر لحضراتكم جميعا عن صورها اللي أنا هنشرها في هذا الكتاب، يعني اللي نشرناها واللي أنا هنشرها ليكم هنا على اليوتيوب الآن. أعتذر لحضراتكم بشدة. البعض يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إحنا ما بنحبش إن تشيع الفاحشة تشيع في الذين آمنوا أو غير الذين آمنوا حتى. لكن إذا اعتبرناها إنها من الذين آمنوا، فهي ليه بتحب إن الفاحشة تشيع وهي بتتعرى؟ هيقول لك أصلها بتمارس رياضة. هقول له هي بيلا أو زوجة جون سينا أو كل المصارعات ونجمات كمال الأجسام وأي رياضة تعري جسدها كاملا إلا إذا كانت بين قوسين في حالة فجر. ما فعلته هي دينا الصباح لها جسد رياضي ولا جسد أنثى ولا جسد سيئة ولا يعني سيدة، إنما هو جسد سيئة، ومع ذلك تتعرى لأن هذا مرض نفسي في هذه العائلة. أيضا نقول أن هناك أناس وشيخات فضليات، هناك شيخات فضليات في الخليج وأميرات فضليات لا شك، لكن إحنا نتحدث عن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، نتحدث عن الذين ينشرون الفاحشة، نحذر منهم، وبالذات في عالم السياسة. أنا ما جبتش واحدة في بيتها عادي، وما أكثر إن الناس تكون بتعمل أخطاء وفواحش ومصائب ما اللي أنا أتكلم عنها، أنا مش منوط بالكلام عنهم، لكن أنا رجل سياسي وكاتب وأكتب عن السياسة والسياسيين وأكتب عن فشلهم وأكتب عن ما يفعلونه. هذا هو دوري في المجتمع، أن أنور للمجتمع وأن أوضح.
فما انا بنشر للفاحشه، لكن هم انا انشر يعني ما يرتكبونه هم حتى يتوقفوا عنه. فاعتذر مقدما عما سيحدث بالنسبه لدينا الصباح. ايضا عندنا كتاب، البعض يقول الله الراجل ماسك بتوع الخليج، السعوديه، البحرين، الكويت، ولسه هيتكلم في بقيه الاسر وبقيه الناس الاخرى. لا لا لا، ده عميل ايراني صرف. فبقول لكم عندنا كتابين بنفس الحجم والضخامه، على فكره كتب قطعه واحده، نفس الحجم، نفس الاخراج، نفس المؤلف، نفس دور النشر، نفس الفريق العمل، اخرجنا لكم في اعتقادي تحفه عليها تكنولوجيا العصر الحديث، عليها ابداع ما كتبنا، ومن اروع ما كتب قلمي على الاطلاق. اقول بان ايران لها عندنا في هذا الزخم وفي الاصدار الاول كتابين، ايران الشيطان وايران الخدعة والجبن والخسة والنذالة والأبلسة. هذان الكتابان عن ايران اهديهما الى كل من تسول له نفسه بان لا يفهم القضية بشكل صحيح. ايضا عندنا ثلاث كتب اخيرة، الكتاب الاول لصدام حسين المجيد. صدام حسين المجيد رحلة هروبه واختفائه، أسرار رحلة هروبه واختفائه، 13 سنة من الهروب والاختفاء. ده الجزء الثاني، الجزء الأول وجزئين ثم كتاب لي أنا شخصيا بحكي. الجزء الأول بيقول صدام حسين التاريخ والحقيقة بقى تعمل ايه؟ صدام حسين كام باك، يعود اليكم مرة اخرى، صدام يعود اليكم. ثم كتابي انا اللي هو ايه بقى؟ ماي ستوري وذ صدام حسين، توب سيكريت، قصتي مع صدام حسين، اسرار غير تقليدية، سري للغاية. الحقيقة جميع الكتب دي باللغة الإنجليزية. قدامنا كام أسبوع؟ إحنا خلصنا تقريباً أغلبها، أغلب الكتب، مش تأليف، تأليف خلصت. إحنا خلصنا أغلبها يعني كعمل. لكن باقي بعض الأسابيع ويصدر معها النسخة العربية، لأن مستحيل أحرمكم، أحرم الأمة العربية وقراء اللغة العربية، قرائي في الأصل، أحبائي الذين صنعوني وصنعوا تاريخي وصنعوا وجودي وألبسوني هذه الثياب، الذين جعلوني أعلى أجر لكاتب عربي في عصره بعد الأستاذ محمد حسنين هيكل. أقول أنتم أصحاب الفضل في كل هذا، أنتم أصحاب الفضل في وجودي، في أنكم وضعتم في ثقتكم. بناء عليه لن يتم طرح الكتب الإنجليزية في السوق، كل الأغلفة اللي هتشوفوها للكتب كلها هي كتبنا باللغة الإنجليزية. بما إننا هنا وعاوزين نخاطب العالم كله والعالم منتظر، والناشر اللي ما بيمولني كمان ناشر أجنبي. لأن أنا دافع ميزانية 40% من الميزانية، هو دافع 60% من التكلفة. المهم، ولكن رغم ذلك هو هياخد 40% وانا هاخد 60% من الاجر. بكلمكم عالمي ليه؟ لان انا المؤلف، انا الكاتب، وده تجاوز مني كمان. المفروض هو ينشر وياخد اقل من كده، لكن بما انه عمل جودة غير تقليدية انا قررت ان اكون معاه محترم. بإيجاز شديد بطلعكم على كل حاجة، بفكر معاكم بصوت مرتفع. فستطرح قريبا النسخ العربية من كتبنا، ال11 قنبلة اللي هتنزل للأسواق، تزلزل عرش إيران، تزلزل عرش السعودية، تدك عرش البحرين، تطيح بكل العروش، وهي تعلن الحقيقة والصدق وكل شيء. نحن معكم، أترككم الآن لتنظروا إلى
الكتب في عجالة انتظارا لظهورها وظهور صدام حسين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.